تعالوا نروح لنيلو بنجادة، درب زمالك وأهلي قبل كده، يقول لنا رأيه في هذه المواجهة. المدير الفني للاتحاد المصري السابق نيلو بنجادة، مساء الخير، مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. شكرا جدا، ده شرف ليا طبعا ان انا اكون بتكلم معاكم، وطبعا كل شرف ان انا اتكلم معاكم ومع زمايلي في مصر، وحاجه كمان طبعا ده شيء جميل ان انا اكون بقابلكم النهارده في يوم زي يوم الماتش بتاع الزمالك والاهلي. هل شاهدت المباراه؟ لو شاهدتها رايك فيها ايه في تفاصيل المباراة، سواء في الشوط الأول أو الثاني؟ الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي، والشوط الثاني الذي تفوق فيه النادي الأهلي بثلاثية. شفت الماتش، ولأن أنا في البيت طبعا عندي القابلية إن أنا أشوف التلفزيون المصري. شكرا للأقمار الصناعية. وكنت شايف الشوط الاولاني كان في شوط كويس، كان في شوط متوازن، ما كانش في فرقه اقوى من الثانيه. فعلا كان في كور صعبه، كان في كور كويسه، وكان في شكل لعب كويس، وطبعا كابتن الشناوي كان متالق جدا. في الشوط الثاني طبعا الماتش بدأ يختلف مع أول جول، وبعد كده الزمالك حاول يدور على التعادل لحد الجول الثاني. لما الجول الثاني جه قلب الماتش جامد، الماتش بدأ يختلف تماما لحد ما الجون الثالث جه، وطبعا الأهلي كان يستحق المكسب. فعلا كان الزمالك ماسك كورة أكتر، كان الزمالك بيباس الكورة أكتر، كان بيحافظ على كورته، بس كان في شوية أخطاء، وطبعا الأهلي كان يستحق الفوز بقدر. ايه اللي حصل في الشوط الثاني سواء من مارسيل كولر عشان يرجح كفه فريقه النادي الاهلي، وايه اخطاء حصلت من جوزالدو فيريرا في الشوط الثاني عشان يخسر نادي الزمالك؟ الكرة، عايز اقول ان الكرة هي بتبقى اللعبه على الاخطاء، وهو ده اللي انا بقوله يوميا. فطبعا لو نقول ان كان في ماتش مش متوافق، هنقول ان كان في اخطاء، فخلينا نقول ان كان في بعض الاخطاء في الجوده، وحصل ان الاهلي جاب ثلاث اجوان، بس طبعا الارقام تقدر تعكس اللي حصل بالظبط. خلينا نقول ان الاهلي كسب لان هو الفرقه اللي عملت اقل اخطاء، وطبعا على الملعب طبعا بيبقى التفكير غير تماما، غير الناس اللي بتتفرج من بره، المدرب اللي قدر يستغل اخطاء الفرقه الثانيه هو اللي كسب، والمدربين اللي ما قدروش، المدرب اللي ما قدرش يتغلب على اخطائه، ممكن نقول ان هو ما قدرش يوفق في الماتش. وطبعا الفرقه اللي بتكون خسرت طبعا كل الناس بتقول ان المدرب هو الاخطا او هو اللي عمل الاخطاء، بس طبعا مش المدرب فقط، لان برضو اللعيبه برضو بيكون على عاتقها بعض الاخطاء، ومش بس المدرب هو اللي بيكون اخطا، برضو اللعيبه بيكون عليها الاخطاء برضو. ما ينفعش ان احنا نقول ان المدرب هو بس اللي اخطا، لازم برضو نقول ان اللعيبه كان عليهم بعض المشاكل او عليهم بعض الاخطاء اللي حصلت على ارض الملعب. لو فكر اداره نادي الزمالك هتجتمع غدا لتحديد مصير جوزوالدو فيريرا مع الفريق، لو فكرت اداره نادي الزمالك في رحيل جوزوالدو فيريرا، هل ترى هذا قرار صائب ام قرار خاطئ؟
ده هيبقى قرار لازم يكون متاخد من الفرقة نفسها أو الإدارة نفسها، وطبعا المدرب لازم يكون جزء من القرار ده. بس خليني أقول إن إحنا أنا مش هتكلم على حد بعينه، بس طبعا كابتن جوزوالدو السنة اللي فاتت وصل وقدر يطور من الفرقة وقدر يحسن من الفريق الفني وقدر يوصل للنقط كلها وقدر يوصل ان هو يكسب الدوري وقدر يوصل ان هو يكسب الكاس كمان. فخلينا نقول ان هي فعلا على عاتقه فعلا تيجي حاجات كتير. هو طور وعمل النهاردة أخطاء، بس ما ينفعش أن أنا أقول أن هي أخطاء فقط، لا لازم نقول كمان وندي له حقه أن هو اشتغل كويس، وكان في أخطاء من بعض اللعيبة كمان في الماتش. مين عجبك النهاردة في المباراة بالنسبة للاعبين، أكتر اللاعبين اللي لفتوا نظرك؟ خليني أقول لك بكل صراحة ما فيش حد من اللعيبة وصلني في آخر الماتش إن أنا أبقى يعني أقول إن هو كان أفضل شخص. ففي الشوط الأولاني كان دونجا بيعمل شغل كويس جدا، كان بيلعب قد ماتش كويس جدا، إمام عاشور كمان عمل ماتش كويس جدا، هما الاتنين في وسط الملعب كانوا عاملين شغل كويس. ومن ناحية الأهلي في وقت لما كان الكابتن الشناوي عمل حراسة للمرمى كويسة جدا، طبعا هو كان نجم في الصدة ديت أو في حراسة مرمى، ولو كان الزمالك عمل جون في اللحظة ديت كانت كفته هترجح جدا في الماتش، لأنه كان هيبقى أول حد سجل في الماتش. فطبعا لازم طبعا اقول ان عبد الواحد جت على لا جون الزمالك جه عليه هجمات قليله جدا، بس حتى لما جه عليها هجمات يعني كان فيها اخطاء ودخل فيه الاجوان. فخليني اقول ان الاجوان عملوا فرق كبير في الماتش. فخلينا نقول ان كان فعلا كان الاهلي كسب 3-0، ومش هنقول ان دي كانت اخطاء فقط من الاجوان، لا خالص، بس خلينا نقول ان الشناوي كان ماسك الجون بتاعه كويس، كان حارس الجون بتاعه كويس، كان قفشه كان في نص الملعب عمل ماتش كويس، حمدي كمان عمل ماتش كويس، لما شريف دخل جاب جون، عمل 50 جون مع الأهلي، ده رقم حلو جدا، رقم كويس جدا، وطبعا عايز أقول له مبروك على الرقم ده. فهم دول كانوا تقريبا اللعيبة اللي كانوا في الملعب بالنسبة لي، اللي كانوا شغالين في الماتش بالنسبة لي، وهم دول اللي شدوا انتباهي. نيلو بنجادة المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر سكايب. يعني آراء نتفق أو نختلف معها، هي آراء مدير فني له بصمات في الكرة المصرية.